تحدث مع العشر لاعبين الموجودين برفقة بنياتو الأحداشر لاعب في قائمة الوكرة بأن يوم الثلاثة نقاط في هذا الملعب المونديالي، هذا الملعب الجميل. نعم ساد البيت، الملعب اللي يعتبر عزيزي المتابع يتسع ل 68 ألف متفرج، هذا الملعب اللي كان شاهدا على أيام كأس العالم الجميلة، هذا الملعب اللي كان شاهد على أيام كأس العرب الجميلة أيضا، وهذا الملعب الذي 21 نقطة في رصيده. صافرة حكم المباراة محمد الشريف بارتولومي لوبيس، بارتولومي لوبيس نعم اللي كان حاضر مع نادي الوكرة، لكن خلفا لبارتولومي لوبيس ياتي غونزاليس مميز لريكاردو غوميز، الكرة الملعوبة إلى الأمام ومن ثم عبرت الكرة، ما زالت خطيرة هي لم تغادر أرضية الملعب. وسعود مبارك الخاطر في هذه اللعبة، الحذر ممطلوب، الحذر مطلوب من خلال هذا اللقاء. نعم على مستوى الكرة الماضية، شوف المحاولة اللي أتت، اللعبة اللي كانت موجودة نعم في اللقطة الماضية، وخروج لسعود مبارك الخاطر على دور التصدي اللي يأتي فيه مرتين لسعود مبارك، ثلاثة نقاط، لكن الحذر واجب في هذا اللقاء، وكلا الفريقين يلعبوا بحذر كبير. والمحاولة الخطيرة، الكرة الخطيرة من دالة، اللعبة الخطيرة من دالة، نعم المحاولة، الفرصة اللي كانت موجودة، شوف اللعبة للقائم الثاني، كرة خطيرة ثانية للوكرة، كرة خطيرة ثانية للوكرة، مثل هذه الكرات ما تضيع. الله على بنياتو، الله على بنياتو ودور صناعة اللعب للمهاجم الهدى. اليوم يريد أن يحضر دالة ويسجل في مرمى نادي الشمال. كرة تصل الأمام حمدي فتحي من المصري باتجاه الأنغولي، ومن ثم حارس المرمى بابكر سيك، حارس المرمى بابكر سيك في اللقطة الماضية يتصدى بابكر سيك، يتصدى هذه الكرة لدالة، وهذه تسديدة فهد وعد، هي تسديدة فهد وعد، تصدى لها بابكر سيك، النيران الصديقة في اللقطة الماضية، لكن فهد وعد اللي كان يريد بأن يعود بالكرة لبابكر سيك، لم تكن تسديدة دالة. كرة يونس، هذه المحاولة يونس، من يبدأ أولا؟ من يسجل أولا؟ من يتقدم أولا؟ كرة ملعوبة عالية إلى الأمام، خطيرة رأسية سعود مبارك الخاطر، ما زالت قائمة هذه العرضية. يا الله 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 على فرصة للشمال، لعبة كانت خطيرة للشمال، لكن يبدو بأن وجود للراية للأوفسايد على جايسون سيرون، حالة تسلل على سيرون، شوف هذه اللقطة، بعد ذلك كانت في القائم الثاني، ومن ثم الكرة الملعوبة العالية وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. محمد بنياتو المهاجم، العودة للمساندة الدفاعية خاسر فيها يعوض إما بانتصار أو حتى تعادل. الكرة العالية، هذه اللعبة الخطيرة، الله 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 على كرة أميد، الله على لعبة أميد في اللقطة الماضية، إبراهيمي أميد سدد كرة في اللعبة الماضية، لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى. أميد إبراهيمي هدفين من خلال هذا الموسم، وثالث أهدافه كاد أن يكون قريب، لكن بحاجة إلى هدف دائما عندما تلعب المباريات في ملاعب كأس العالم تختلف عندك النفسية، تكون عندك غير. التسديدة يا موجودة، شوف اللعبة، القائم الأيمن تهادت وذهبت للقائم الأيمن، ما حبت تسكن مرمى الوكرة في اللقطة الماضية، ضاعت فرصة على الشمال، ضاعت محاولة على الشمال، وكرة كانت حاضرة لنادي الشمال وعبرت بسلام على مرمى الوكرة. يا إلهي هذا تدخل في اللقطة الماضية، يعني اندفاع عبد العزيز متولي مع مش متعمد فيها، قرار يعود لحكم المباراة، وهنا عودة لتقنية الفار، محمد الشريف يعود لتقنية الفار، يعني ممكن أن نشاهد بطاقة حمراء،
ممكن بأن نشاهد بطاقة حمراء. العودة للفار هي إمكانية مشاهدة بطاقة حمراء. العزيز متولي في هذه اللقطة، شوف الكرة بالهندة في هذا التدخل، يعني متولي سبق بالهندة في اللقطة الماضية. تدخل يعود القرار، تلغى البطاقة الصفراء وتخرج البطاقة الحمراء، وتخرج البطاقة الحمراء، وتخرج البطاقة الحمراء. عبد العزيز متولي يغادر ملعب المباراة، والوكرة سيلعب فيما تبقى من مجريات هذه المباراة بعشر لاعبين. الوكرة سيلعب فيما تبقى من مجريات هذه المباراة بعشر لاعبين. عبد العزيز متولي يترك ملعب المباراة. البطاقة الحمراء. دائما على تنفيذ هذه الكرة. بالهندام لكرة عالية إلى أمام، راسية، يا الله، رايحة رايحة، هي رايحة، هي رايحة للمرمى، كانت رايحة. شوف الكرة الأخيرة، أميد إبراهيمي، رايحة للمرمى يا جدو، رايحة للمرمى يا جدو، زاوية للقائم الثاني. لكن محمد السيد جدو في اللقطة الماضية كان من اللمسة الأولى بأن يسجل الهدف، ضاعت فرصة على الشمال وانتهت الحكاية وانتهت المباراة من الجولة رقم 13، الجولة المؤجلة لموسم 2023-24 دوري نجوم إكسبو. تصبح نقطة